بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فراس بقناة فراس جيمز. هذا الآن مباراة بحرب القوائل، مرحلة التجميع، معركة تشكيلات الحرب التقليدية، معركة التشكيلات التقليدية للأخ أصيل. الآن يلعب ببطاقة العربة، مجموعة فيها العربة وفيها شاهد القبر، ضد واحدة من أصعب المجموعات اللي هي الغولم. الغولم مع برق بعد، يا سلام. هنا الآن حط إعصار، فكرة حلوة، يبطئ الغولم. هنا الخصم حط مجمع الإكسير على أساس يصد هجمة أصيل، فراح المجمع الإكسير عليه، وأصيل ضرب أسفلين بحجر، ضرب المجمع وضرب البرج بالسم. فكرة حلوة. هنا مرة ثانية موجة هجوم أخرى، هذه المرة حط الحطاب الخصم. حلوة الحركة، حلوة الحركة بالإعصار، سحب الحطاب بآخر لحظة. إن الحطاب لو ضرب الساحر الثلج بيكون غلم أسرع، مع الغضب بدون التجميد حق ساحر الثلج بيكون غلم ضرب الغلم أسرع بكثير. فحلو إنه سحب الحطاب شوي مع الغلم أيضا بالإعصار. هنا الآن يحاول يستغل إنه التنين راح، يهجم بالمقبرة. الآن حط السم، وحركة ممتازة، حركة ممتازة من أصيل، حركة يمكن تجيب له الفوز بالأخير. سحب التنين البرج للبرج، فالتنين وهو يضرب التنين يضرب البرج معاه. هذه حركة حلوة. طرطع الخصم صراحة انجن. الإعصار صراحة بطاقة أنا ما أعرف لها كثير، صعبة وتغثني صراحة لما ألعب بالمنطاد خاصة. فما شاء الله أصيل بدع تو. هذه الفنيات نحتاجها بالحروب يا شباب صراحة. أحسنت يا أصولة، كفو فنان والله. هذه لعب مباراة بذكاء ضد خصم صعب، غلم وبرق صعب. فأصيل قابل خصم من أصعب الخصوم، تعامل معه صح، لعب أسلوب يدرس بعلم العصير صراحة. الناشئة اللي يشوفون الآن، ناشئة رويال الذين يتابعون هذه القناة ويبغى يلعبون بالعصار، يشوفون كيف لعب أصيل بهذه المباراة، وكيف استخدم العصار بالهجوم والدفاع بنفس الوقت، ولعب أسلوب صراحة ما شاء الله. هذا اللي نقوله يعني صراحة، أسلوب استخدام العصار انك تسحب تنين، هذه صراحة عصار مع تنين اللي قبل شوي، هو العصار مع سياف اكيد شيء مدمر. لكن اصيل ما كان معه سياف واستخدم عصار بشكل مرة ذكي. هذه الحركات اللي نحتاجها بحروب القبائل عشان نفوز. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك وإعجاب بالفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.